قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. بعد انتشار مقطع فيديو إباحي لامرأة ادعى البعض أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، فخرجت الأخيرة عن صمتها وتحدثت عن الضرر الذي وقع عليها بسبب هذا الأمر، مطالبة الجميع بالتنبه لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت رانيا يوسف أنها استيقظت في اليوم الذي انتشر فيه الفيلم ووجدت رسائل كثيرة على الواتساب وأرسلوا لي الفيديو، لكن لا أنا ولا خالد يوسف في هذا الفيديو. وضعوا اسمي واسم خالد يوسف بناء على فيديوهات سابقة ووجدت ابتلاءات على رأسي. وأضافت: فتحت الفيديو ولقيت شخص وقح بيقول اوعى تقول ان اللي في الفيديو مش رانيا. حسيت بان هناك استعباط، واكدت ان ابنتيها تعانيان من حالة نفسية سيئة بسبب شائعة وجودها في الفيديو الاباحي. وتابعت كلامها بتأثر: بنتي كلمتني من مدرسة وقالت لي اصحابي قالوا لي انك في هذا الفيديو، فسألتها شاهدتي الفيديو؟ قالت لي ايوه. سألتها البت دي أنا؟ قالت لي لأ. فقلت لها حطي الفيديو في عين أي حد يقولك إن ماما في الفيديو. وعبرت رانيا عن سعادتها بإحالة النيابة العامة مروجي الفيديو للتحقيق، متمنية أن تحصل على حقها بعد حملة التشويه التي يشنها البعض ضدها. وهنا صورتها مع ابنتيها. وعن موقفها من تكرار تجربة الزواج بعد مرور شهور على انفصالها عن المهندس طارق عزب، قالت: لا أعتقد أنني سأتزوج مرة أخرى لأنني خضت التجربة 3 مرات من قبل وفشلت. نشرت الفنانة رانيا يوسف على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمس صورا من أحدث جلسة تصوير قامت بها العام الجديد. وتحدت الممثلة المصرية البرد لتلتقط عدة صور بالمايو داخل حمام السباحة لتعلن أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد أن يخوضه الإنسان. هذا هو التحدي الحقيقي، نشرت الصور ديت. وكانت من فترة برضو نشرت صورها في حمام السباحة بس بكامل ملابسها، وهنشوفها برضو دلوقتي بس المرة دي في عز يناير وعز البرد بالمايو في حمام السباحة، وكاتبة: هذا هو التحدي الحقيقي. وأعجب بالصور 59,000 في خلال 24 ساعة فقط. وبعد وقت قليل من نشرها لهذه الصور تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي وبات اسمها ترند بين المتابعين. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا بالتعليقات. ودي صور تانية نشرتها في المكان مش معلوم ده فين، ده لو حد عارف يكتب لنا. فاجأت رانيا يوسف جمهورها بأنها نزلت صور جديدة امبارح 7/12/2018 one day ago، والناس علقت عليها بتعليقات رهيبة. هنشوف السبب دلوقتي، لأن نزلتها في البسين، نزلت الصور ديت وهي لابسة كامل ملابسها ومجوهراتها وهي في البسين. حد كتب: الناس خلوكي لدرجة مش عارفة تركزي تلبسي قميص في المية وفي المهرجان مايو. حد تاني كتب: هو انتوا لما بتشتموا وتتريقوا كده انتوا ناس عندها دين واخلاق؟ انتوا للأسف ولا تعرفوا حاجة على دين ولا أخلاق. مش عاجبكم فستان رانيا يوسف علشان فاضح، مع ان معلش يعني مش فاهمة ايه يعني لبسته في مهرجان، هو المهرجان ده جامع يعني؟ ما هم وغيرهم بيلبسوا كده في البحر والصور بتنزل على السوشيال ميديا. هي غلطت واعتذرت، سواء كدبت بقى في جزء البطانة ومش البطانة ده ما يخصنيش، المهم ان هي اعتذرت. لكن انتوا بقى هتعتذروا امتى على اخلاقكم؟ عمر التعبير عن الاستياء او الغضب كان بشتيمة،
وفي الأول والآخر ربنا اللي بيحاسب، مش انتوا. انتوا مش ملائكة على فكرة، والدنيا مش مستاهلة كل ده. انت النهاردة بتشتم وبتسب، تاني يوم ممكن تكون بين ايدين اللي خلقك. هتقابله بإيه؟ بفستان يا يوسف؟ دع الخلق للخالق وركز في نفسك أحسن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنشوف صور تانية برضو ليها. هنا بقى طلعت شوية القميص اتبل طبعا من المية. حد تاني كتب مسكينة خوفوها ونزلت للمذبح بلبس الشغل. حد تاني خليكي قوية يا رانيا ولا يهمك من كلام الناس، لأنه دلوقتي اختلط كلام الحساد بالحقدين مع اللي اتفقوا بالفستان. كله سمك لبن تمر هندي. واحدة تانية جميلة وقمر، على فكرة الجو برد قوي عليكي، ممكن تعي كده، خلي بالك بقى المرة الجاية. عسل يا رانيا، روعة. ودي صورة تانية ليها وسط المية بالظبط. ارتحتوا؟ نزلتوها البسين بالهدوم؟ أهو يا ريت بقى تخرسوا. أنا عاوز القبعة دي يا رانيا، قمر وعسل. يعني بعد ما رفعوا عليكي قضية صرتي تنزلي على المسبح بالثياب؟ جننوها، بهدلت بهدلة جامدة في خلال أسبوع. يعني في الحفلة رحتي بالمايوه ولما تبقي في البسين تنزلي بلبس مايكل جاكسون ده؟ من كتر الحلاوة والشياكة مش قادرة أوصفك بكلمة. كركور 77. من ناحية أخرى كتبت فاطمة نعوت مقال جريح جدا عن هذه الواقعة. قالت فيه: أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل سببت وشتمت ولعنت رانيا يوسف اليوم؟ إن لم تفعل فاعلم أن ذنوبك قد منعتك. لا تنسى لعنها اليوم أيضا بأبشع الكلمات وأكثرها فحشا حتى نعرف أنك تقي عفيف. أعتذر عن السخف السابق، ولكن الشاهد أن حالنا لم يكن بعيدا عن العبارة الساخرة بكثير. بداية نشكر الله أن زلزال الفستان قد انتهى أو كاد، ونشكر الله أن المحامين الذين لاحقوا فستان الفنانة رانيا يوسف قضيا لسجنه عامين قد تكرموا بسحب دعواهم، تبين لاحقا أنهم لم يسحبوا أي شيء. رغم تحديد موعد الجلسة بسرعة الصاروخ بعدما تحققت أهدافهم التي تتلخص على الأغلب في: واحد، تحقيق بعض الشهرة بذكر أسمائهم في الصحف والمواقع. 2، تقديم أنفسهم للمجتمع بوصفهم أرباب الفضيلة وحراس العفاف ووكلاء الله على الأرض. 3، إنعاش مكاتبهم الشاغرة بقضايا صارخة لضمان زيوع الصيت وترويج البائر. ثم نشكر الله على البيان الثاني الرصين لنقابة المهن التمثيلية الذي صحح البيان الأول المرتعد. أقر وأعترف بأن رانيا يوسف ليست صديقتي، ولم ألتقي بها في حفل أو عرض خاص أو مهرجان، كما أعترف أنني مقلة للغاية في متابعة التلفزيون والمسلسلات والأفلام العربية، فأكاد لم أعرفها إلا بعد زلزال الفستان الشهير. كما أقر بأن هذا المقال ليس لتبرئة الفستان أو إدانته، فأنا أعرف جيدا قيمة هذه الزاوية التي منحتها لي جريدة المصري اليوم المحترمة لأكتب فيها عن أمور أشد خطورة من فستان كشف عورة مجتمع. كان في سابق عهده يعلم الدنيا ويضيء مشاعل الحضارة في أنحاء الأرض. هذا المقال ليس عن فستان عار، بل عن تقية التقية التي اعتمرها المجتمع العربي بكامله في دراما مسلسل الفستان. وبعد، الحقيقة لم يشغلني تأمل الفستان، إنما أتعسني تأمل ردود فعل المجتمع العربي على السوشيال ميديا، والسؤال الذي أوجهه للسبابين اللاعنين: هل فحصتم أنفسكم وتأملتم سلوككم وأصلحتم أخطائكم وترمون أحجاركم
وتلبسون ثياب الوعاظ المصلحين في مجتمع، بكل أسف أقولها، لم يتعافى بعد من الفساد والرشاوة والتحرش والمخدرات والبلطجة واستغلال المناصب وسوء التعليم وتدني الصحة والهوة الواسعة بين تخمة الأثرياء وعوز المعدنين الذين نحلم فقط بأن نخرجهم من تحت خط الفاقة ليتحولوا إلى فقراء. أيها اللاعن العزيز، قبل أن تسب فستانا عاريا، هل تأكدت أنك لست غارقا في الصغائر والدناية والعري الأخلاقي؟ هل فكرت في نظافة لسانك قبل تنظيف أسنانك في الصباح وتصحيح سلوكك قبل التربع على عرش الواعظين؟ سأل نفسك من فضلك، هل تعمل 8 ساعات في اليوم أم 27 دقيقة فقط كما تقول الإحصائيات؟ هل تتقن عملك كما أمرك الله أم ترتشي؟ هل تحترم جارك وتبتسم في وجهه؟ هل تحافظ على المرافق العامة احتراما لوطنك؟ هل تحترم حق المختلف عنك عقائديا أم تمارس عليه الطائفية والمذهبية والعنصرية؟ هل تغض بصرك عن النساء أم تتحرش بهن؟ هل تساعد الضعيف وتجل المسن؟ هل ترحم الحيوان وتحترم الأخضر؟ هل تلقي القمامة في الطريق؟ هل تحافظ على نظافتك الشخصية أم تزعج من حولك؟ ألف هل وهل تضيق عنها الصفحات. من المحزن أن ننسى أن الفضيلة تبدأ من اللسان وتحتل القلب وتنطلق من العقل وتسكن في السلوك. من المخجل أن نزعم أننا حماة العفاف بينما الألسن تقطر سما وقيحا وبذاءات. كيف ندعو إلى العفة بألسن غير عفيفة؟ القليل مما قرأت من الحملة المسعورة ضد رانيا يوسف أكد لي أن الكل قرر أن يتطهر من خطاياه على حساب جسدها. الكل اعتمر طاقية التقية البهلوانية وراح يعز ويلعن وهو مؤمن أنه بقدر ما يسب بقدر ما يغفر الله له خطاياه. تحول الفستان إلى ناشٍ كان في ساحة رمي الجمرات بالحرم الشريف، ولسنا حرما شريفا، وليست رانيا يوسف شيطانا. فهي لم تقتل ولم تسرق ولم ترتشي ولم تخن وطنا. ولو وجه اللاعنون عشر لعناتهم للفستان إلى المتحرشين واللصوص والفاسدين والمتطرفين لانصلح حال مصر. لكن بكل أسف زلزال الفستان قد كشف إلى أي قدر نحن منافقون وغير صادقين، لا مع أنفسنا ولا مع الله. تصحيح سؤال مفتتح المقال، عزيزي المصري، هل تسببت اليوم في دموع إنسان؟ كان هذا هو السؤال الاستنكاري لسلفنا الصالح الكريم الجد المصري القديم، الرائعة الكاتبة المصرية فاطمة نعود.